ورحمة الله وبركاته متتبعينا الأوفياء، كنتمناو من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. أنا غديكم في هذا الفيديو دوار آل الحارث، اللهم بارك على الوين عاطي مع هذا الجو الصفر في الخضر. يا سلام على أين غنعطيكم الجديد ديال دوار آل الحارث ودوار بن ناصر الشمالي، والناس كتسنى بفارق الصبر أشنو غيوقع في الملف ديال دور الصفيح وكثرة القيل والقال بين الناس، وهذا فالناس ما فهماتش شنو واقع. نطلب الله تيسر الامور ونطلب الله انه عمليه الهدم تحرك في هذا الباب. هذا سمحوا لي شي مشكله اخي، ماشي مشكل، الخير في المساعده كيف ما كنقولوا الاخوان. كما قلت لكم الجديد ديال البراكه، الجديد البراكه هو انه ان شاء الله تعالى الناس راه كيتصلوا بهم البنكه باش يخلصوا الواجبات ديالهم، طريطة الامور اللي خاصها تقاد الناس ديال البساتين بداو كيخلصوا الطريطة. لكن المشكل الكبير اللي ما مفهومش وما واضحش هو المساله اللي كتعلق بواحد الزياده اللي ما فهموا فيها الناس والو. جاو عندنا الناس البارح كان قال لك انه لاسيرونس كانوا كيخلصوا فيها الناس اللي كيدخلوا للكريدي 56، حتى كيتفاجئوا الناس دابا خاصهم يخلصوا 76. 76 راه مبلغ ماشي بالسهل، كنشوفوا 1000 درهم تزادت فصعيبه، وصعيبه بزاف لان كنهضروا على واحد الفئه راه الناس دراوش مكملين، الناس راه على قد الحال، راه كيكونوا استثناءات اللي كيكونوا مصوفيين شويه، ولكن راه كاين الاغلبيه واكلين الدق، الاغلبيه واكلين العصا، الاغلبيه قاصحه عليهم 10 المليون، الأغلبية ما عندهم ما يقدموا ما يوخروا. نطلبوا ربي تفرج عليهم وتيسر أمورهم وتحلوا المشاكل ديالهم. الخبر اللي جديد هو هذا، زيادة ديال 1000 درهم في التأمين. ما عرفناش شنو هي المعايير اللي كتخاد في هذا الباب، وما كرهناش يكون شي توضيح لهاد الناس هادو لأنه لا يعقل. حتى من التوضيح اللي تعطى لبعض الناس هو أنه حقا العام اللي فات كانت حاجة وهذا العام حاجة أخرى، ما أمور ما واضحاش. كنتمنى الله يكون شي توضيح في هذا الباب هذا، لان الناس راه تزاد عليهم غير درهم دابا فهي قاصها. ناهيك على الزيادات اللي كاين في الوسط ديال السكن، انه ملي كتسكن كتخلص طريطه وكل 6 شهور اولا مره في العام عندك واحد القدر ديال الفلوس اللي كتامن به، حتى هو 7000 ريال زائد 11000 ريال، شي امور اللي صراحه كتضر في الراس. كنتمنى الله يكون الوضوح مع هاد الناس، مع الطبقة الهشة يعني اللي واكلة العصا بهذا المعنى كنقولوها. نطلب ربي يدير شي تاود الخير لهاد الناس هادو. تحياتي خويا يوسف، الله يسهل عليك. كي دايره الاجواء في ميموزة؟ شوية دابا تزيان، تزيان ان شاء الله. امين يا ربي، امين. كما سمعتوا الاخوان شهادات على ميموزة، الناس راه شوية الحمد لله بداو كيتأقلموا مع الجو، ان شاء الله والخير جاي للقدام. نطلب ربي تيسر الامور، كنتمنى من الله شي توضيح في هذا الباب هذا. وبالاضافه لهذا الجديد اللي عطيتكم فبالنسبه لعمليه الهدم والترحيل، فباقي الامور مرسيه ان شاء الله. في الصيف ديال 2022 اكيد ما غاديش يبقى حتى شي براكه هنايا، اخص بالذكر دوار آل الحارث وبن ناصر وسيدي محمد الشريف ودوار ولاد مطاع الغربيه ودوار الهنان. ونطلب الله تيسر الامور وغتنضاف لهم دواوير اخرى. الله يسخر يا ربي والله يدير لي فيها الخير. الى هنا متتبعينا الاوفياء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امير مالك اخوي مالك هانيه، الله يسخر الخوت، السلام عليكم.